نعم، سمعناها بأيام قبل، وكلماتها صارت هتافات اختصرت مواقف الموظفين المتقاعدين بكردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلزام بغداد والسلطة بالإقليم توطين رواتبهم بمصارف الحكومة المركزية بخطوة تنهي معاناتهم وتعيد حقوقهم المتأخرة لجيوبهم قبل لا تهاجم أطراف بأربيل القرار وتحسب على تحركات إنهاء كيان إقليم كردستان بعنوان دار السيد مأمونة، لأن المحكمة الاتحادية وقرار قضاء انتظر الموظفين بإقليم كردستان على أحر من الجمر بعد سنوات من الاحتجاجات والتظاهرات أصدرت حكومها بإلزام المدعى عليهم رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني ورئيس مجلس وزراء الإقليم بتوطين رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالمصارف المرتبطة بالحكومة المركزية خارج الإقليم من دون الرجوع لممثلية كردستان، وحددت آلية لتمويل الرواتب بخصمها من حصة كردستان بالموازنة. وختمت الدعوة بقرار ثاني يلزم حكومة مسرور البرزاني بتسليم جميع الواردات النفطية وغيرها للخزينة العامة بحكومة بغداد المركزية. يعني ما رضى بجزة رضى بجزة وخروف. صحيح الموظفين بأربيل وبقية مدن الإقليم طلعوا باحتفالات شعبية ورفعوا شعارات تساند المحكمة الاتحادية وقراراتها اللي حسمت دعوتهم بالنصر مثل ما يقولون، لكن رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني علق على قرارات الاتحادية بتأجيل الرد عليها وقال سنقرأها بعناية وموضوعية، وبمجرد وصول القرار بشكل رسمي ومكتوب رح يعبر عن موقفه على طريقة بالتأني السلامة وبالعجلة الندامة. بس دقيقة، عرفات كرم مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني رد على قرار المحكمة الاتحادية بفقرة من الدستور تقول إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة. لكن بعد ساعتين نشر عرفات كرم على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لملا مصطفى البرزاني ويا مجموعة مقاتلين وعلق عليها بعبارات تقول لن يغلب من يملك أرشيفا مجمدا على من يملك تاريخا مخلدا. شنو يقصد؟ هاي ما ندري بيها. هنا كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب وعلى لسان المتحدثة باسمها النائب سوزان منصور أعلنت بعبارات صريحة تأييدها للمحكمة الاتحادية وقرار توطين الرواتب، واعتبرته إجراء اقتصادي فعال الهدف منه إنهاء الكثير من التعقيدات، وكملتها بالتأكيد على ضرورة إبعاد ملف الرواتب عن القضايا السياسية، والسبب تمثل قوت المعيشة لمئات الآلاف من الموظفين. بس دقيقة، أكو جهات بإقليم كردستان محسوبة على الحزب الديمقراطي شنت هجمة مرتدة على قرارات المحكمة الاتحادية وقالت عليها سياسية أو تدخل واضح بصغائر الأمور، لأن القرارات تركز على استهداف إقليم كردستان وتهدد كيانه، يعني إيده بالماعون وأصابعه بالعيون. لكن مواقف المحكمة الاتحادية بقضية رواتب إقليم كردستان مو جديدة، والدليل بشهر أيلول من العام الماضي 2023 قررت المحكمة الإفراج عن مبالغ إضافية خصصتها لحكومة كردستان حتى تسدد رواتب موظفيها على شكل 3 دفعات، قيمة الدفعة الوحدة منها 700 مليار دينار، لأن المحكمة الاتحادية أصدرت بداية العام الماضي موقف يلغي جميع قرارات حكومة مصطفى الكاظمي المتعلقة بتحويل الأموال لحكومة أربيل. وبوقتها زعيم الحزب الديمقراطي كاك مسعود اعتبره موقف عدائي آخر، لأن تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان جزء من الاتفاق السياسي بتشكيل حكومة السوداني وتأسيس ائتلاف إدارة الدولة. بس دقيقة، إذا رجعنا للأرشيف نشوف اعتراضات مستمرة من إقليم كردستان على قرارات المحكمة الاتحادية وصلت ذروتها بعد منع ترشيح القيادي بالبارتي هوشار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية ورفضها استمرار أربيل بتصدير النفط من حقولها، والنتيجة بعض الأطراف منحت المحكمة الاتحادية صفة وعنوان محكمة الثورة المعروفة بقراراتها بعهد النظام السابق. هاي عرفناها، لكن قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بانتخابات إقليم كردستان اللي تأجلت أكثر من مرة شنو قصتها؟ لأن المحكمة وبعد حسم دعوى الرواتب فتحت دعوى ثانية عنوانها الانتخابات بالإقليم، وقررت تقليص عدد مقاعد برلمان كردستان من 111 مقعد إلى 100 مقعد فقط، وكلفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإدارة عملية الاقتراع بدلا عن هيئة الانتخابات بكردستان. وبعدها قسمت خارطة الإقليم على 4 مناطق انتخابية. يعني قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة يمكن ترفع حجم التوتر بين بغداد وأربيل وتزيد شدة الاهتزازات على مقياس العلاقات، بس نتائجها يجوز تضمن رواتب الموظفين وتنهي رحلة سنوات من الاحتجاج، حتى بعدها نقعد ونسمع أربيل كل عرب.